خلونا نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. من بينها امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة. كمان امبارح أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي بالرئيس التونسي قيس سعيد لتقديم التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية الشقيقة. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة، وتم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق. كما تم التجديد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 67 تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري الذي يزيد من تعقيد الموقف ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة. امبارح أيضاً اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية في مصر في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية وللبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة في إبريل الماضي. وتابع الرئيس في هذا السياق جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية للاستفادة من التقدم الجاري في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في مصر، وفي ظل ما تريد الدولة من أهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي بالرئيس التونسي قيس سعيد لتقديم التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التونسية الشقيقة، معرباً عن خالص تمنياته للرئيس التونسي بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه خلال فترة رئاسته الجديدة. وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهم المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين تجاه التصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمتابعة عدد من ملفات العمل. واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بتأكيد الأهمية البالغة التي تمنحها الدولة المصرية لتطوير بنيتها التحتية الفضائية من خلال الاستثمار المكثف في رأس المال البشري والابتكار العلمي بما يعزز من مكانتها على الساحة الفضائية الدولية ويدعم تطلعاتها الوطنية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع نفذ التجربة مصر 10 بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية وعدد من ممثلي الوزارات المختصة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصري. تضمنت التجربة تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق وعلى متنها 250 فرد من جنسيات مختلفة أثناء إبحارها قبالة السواحل المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر. وحيث تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة استغاثة من العبارة الجانحة بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، وعلى الفور تم الدفع بطائرة من طرازها الأغوستا وعدد من القطع البحرية على متنها أطقم البحث والإنقاذ والأطقم الإدارية لموقع الحدث للتعامل الفوري مع الحادث باتباع كافة إجراءات ونظم السلامة العالمية في مجال البحث والإنقاذ.